مساء الخير وميلاد مجيد لكل اخواتنا بالطائفة الأرمنية. لأنه تفعيل دور القطاعين الزراعي والصناعي أمر أساسي بلبنان، خصوصا بخضم الأزمات الاقتصادية الحادة مثل اللي عم نشهدها بالفترة الأخيرة، وحتى ما نوصل لمثل الأيام اللي وصلنا لها واللي صارت فيها الدولة عاجزة عن تزويد مواطنيها بالمواد الغذائية والخدمات الأساسية، انطلقت مبادرة رابطة كاريتاس لبنان إنتاجنا بخلق تعاونية المحبة لتصريف الإنتاج الأهلي إنتاجنا بالعام 2005، وكان كل الهدف منها بناء نموذج اقتصادي مستدام من شأنه الحد من التفاوتات بين المناطق وضمان الأمن الغذائي. المبادرة ما وقفت وبعدها مكملة، واليوم أكثر من أي يوم مضى، خصوصا بظل الأوضاع الصعبة اللي عم يمرق فيها البلد والمنطقة. من الضروري مبارح قبل اليوم واليوم قبل بكرة إنه كل شخص لبناني بحب لبنان يدعم هالمبادرة من مطرح ما هو. المزارع بالريف قادر يفيد ويستفيد، كل سيدة بالريف قادرة تكون فاعلة وتفيد المشروع من خبرتها وتستفيد، وكل طالب لبناني جامعي حابب يشتغل ليأمن مصروفه بيقدر كمان يحصل على فرصة عمل ضمن المشروع، وبدوره كل مواطن داخل لبنان وبالخارج قادر يستفيد من جودة الصناعات الغذائية وأسعارها، بنفس الوقت يشجع مؤسسة هدفها نبيل وسامي، هدفها خدمة الإنسان ودعمه ليبقى بأرضه وما يعوز حدا، من خير الأرض لخير الإنسان مثل ما بيقول شعار إنتاجنا. تنعرف أكثر عن إنتاجنا، معي بالاستوديو الرئيس الأسبق لكاريتاس لبنان الأب لويس سماحة، أهلا وسهلا فيك. مدير قسم الإعلام والتواصل بكاريتاس مازن مصور، أهلا وسهلا فيك. مدير التسويق والمبيعات بكاريتاس جو معلوف، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم ضيوفي، وأهلا وسهلا بالمشاهدين. يعني أنا عملت هيك شوي موجز عن إنتاجنا، بس بدي أعرف منك أكثر أبونا، شو هي هيدي التعاونية يلي بلشت مع حضرتك لما كنت رئيس كاريتاس بال 2005؟ كيف طلعت خلقت هيدي المبادرة؟ أول شيء مساء الخير وشكر للأو تي في وشكر لحضرتك على الاستضافة اليوم. قلتي حضرتك بالمقدمة إنه الهدف تبع هالمؤسسات الإنسانية والاجتماعية هو الإنسان. صحيح. وكاريتاس من وقت ما تأسست سنة 1972 في صيدا، وكانت كاريتاس لبنان الجنوبي، كان هدفها أيضا الإنسان. بدأت بالأول كجنوب لبنان، وعلى أثر الأحداث 75-90 سنة 76 صارت كاريتاس لبنان، واستمرت من دايما عم تهتم بالإنسان بعدة وسائل. وقت كانت بصيدا أول شيء قامت فيه من ضمن الأمور اللي هي بحاجة لهم كانوا الناس، هو أنشأت مركز صحي طبي لخدمة الإنسان. هيدا بالإضافة إلى أكيد المساعدات اللي كانت تعطيها والزيارات تقوم فيها للمساجين للمعاقين. طبعا كان في عندها هم كبير كيف تأمن هالمواد الغذائية لخدمة الإنسان. ولما صارت كاريتاس لبنان ككل كان في هم كبير، خصوصي إنه بلشت الأحداث كانت وصار البلد بحاجة لنشاط ليقدروا يستمروا الناس مطرح ما هني موجودين. فصار كل الرؤساء اللي تعاقبوا وكل الأعضاء المجالس اللي كانوا يمثلوا الأبرشيات وكل هالمتطوعين والأقاليم والشبيبة كلهم سوا كانوا عم بيشتغلوا مع بعضهم البعض لخدمة الإنسان. وهيدا بعتقد أنا نحن احتفلنا من سنتين بخمسين سنة على تأسيس كاريتاس، واللي هدى كاريتاس وثبتها خمسين سنة هي كانت عم تعالج أمور تهتم مباشرة بهالإنسان هيدا. نعم. من هون اجت فكرة تعاونية المحبة لتصريف الإنتاج الأهلي. المشروع بلش لما كان في فكرة انه تعمر بدير الاحمر على ارض بتخص مطرانية دير الاحمر للموارني، اعطت
دون أي مقابل المطرانية الأرض لينخلق مشروع بدير الأحمر للتصنيع الزراعي. حلو. وهيدا أيضا كان مساهمة من قبل الكنيسة مع كاريتاس لهالخدمة هيدي. لما تبلش المشروع وكن عم بتفكر وقتها كاريتاس انه كيف بدها تخلق مجالات عمل للناس، ركزت على ثلاث قواعد. الاول قاعدة هو المزارع، تاني قاعدة هو التصنيع من خلال نساء بيكونوا متدربين على تصنيع هيدا، وثالث قاعدة هي تصدير هالإنتاج محليا وخارجيا. مع المزارع كان في شغل مع المزارع انه يكون في زراعة كتير طبيعية، كان من ناحية المي اللي بتنسقى للزراعة، ما فينا نسقيها حيلا مي لانه هيدا بيرجع بعدين على معدة الانسان. صحيح. كان من ناحية السواد اللي بده ينحط، ما ينحط كيماوي مسرطن او كيماوي خالص سمته. مهم كان في اشراف من بعض المهندسين مع المزارعين لتجاوبوا مع هالنداء هيدا. حلو. في مزارعين كان يقولوا لا نحن منحط اللي نحن منلاقيه مناسب، بس في اشخاص كانوا متجاوبين جدا ليقولوا نحن مستعدين انه نساهم معكم بهال نقل النوعية من نوع الزراعة. هنا مش خسرانين بالنتيجة. أكيد. من هيك نحن قمنا بمشروع وقتها مع كاريتاس المانيا واشترينا مختبر زراعي كان يجول على المناطق. نعم. يفحص التربة ويفحص المي. لأنه اليوم في تربة بتمشي للخضروات، في تربة بتمشي للأشجار، في تربة بتمشي بندورة، في تربة ما بتمشي خيار أو بتمشي خس. لهالسبب كنا نعمل مختبر يبرم، كان أول مختبر زراعي بلبنان. حلو. بلشنا فيه تنساعد المزارع تهالمزارع ينتج زراعة طبيعية يقدر يعطينا إياها، وكان المعمل بلش على نهايته. صار في اتفاق مع بعض النساء، وهون بدي اقول في قسم من النساء وقت اللي بلشنا كانوا تركوا المنطقة فوق دير الأحمر ونزلوا على بيروت. نعم. لما صار في مشروع فوق رجعوا مع عيالهم لفوق. حلو. يعني كان مورد هيدا لقلهم هني تعيشوا ويضلوا بأرضهم. ضلوا بأرضهم. هون دايما بتذكر مثلث الرحمات البطريرك سوير كان يقلنا دايما وتطلع لعنده كمجلس كاريتاس، قلنا بالضيعة ده المعروف الشخص أبو جورج وأبو الياس وأبو حنة، إذا ترك ضيعته ونزل على المدينة صار رقم. مزبوط. بطل عنده اسم، هاي مرحلة أولى، وإذا ترك لبنان معشي منه شيء. هيدي الشغلة كانت مهمة. من جالية. هيدي هي طلب وقت البطرك، أنه شجعنا كتير بطرك سفير الله يرحمه أنه نقوم بهالعمل هذا تنمي الزراعة فوق وننمي تصنيع الزراعي اللي هو 100% طبيعي ويكون بخدمة الناس اللي بدها تاكله وتثبتهم بأرضه كمان. وتثبتهم طبعا بأرضه. وبعدين بيصير في التصدير إلى لبرا، يعني على لبنان وخارج لبنان، هلا بيحكوا عنه الشباب. أكيد. بس نحن كان هدفنا أهم شيء خلق فرص عمل، وكون هالفرص العمل مفيدة، مش انه خلقنا فرص عمل بس ما في نتيجة من وراها. اكيد. نعم. النتيجة انه نقدر نصنع شيء يكون طبيعي صحي ومراقب. صحيح. هيدي اهم شيء. يعني اليوم بظل انه التلوث اللي عم بيصير، ما بقى نعرف شو عم ناكل ولا عم نعرف شو من شو معمول، واذا فيه شيء مسرطن مثل ما قلت، ومواد الحافظه وكل هال، وعصر السرعه والاكل اللي عم ناكله السريع، يعني صرنا عن جد بطل نعرف. بالعكس حلو كتير مهم انه نكون عم نعرف شو عم ناكل. أكيد. وعم ناكل شيء صحي، ونكون مطمنين بالنا انه اولادنا عم ياكلوا شيء مغذي وبنفس الوقت صحي. بدي اقول شيء باسكال، انه نحن بدير الاحمر في عنا الكواليتي كنترول، مراقبة الجودي. نعم. موجودين دائما معهم فوق لليوم التواصل معهم. وبعدين في عنا
معهد البحوث الصناعية نعم. الإيري اللي هني دايما بيعملونا فحوصات على حلو. كل المنتجات اللي بتطلع وبيعطوا شهادة فيها. يعني ما بلشتوا هيك ووقفتوا، بعدكم مكملين بنفس مكملين الطريقة زيت الشيء وزيت الجودة وزيت العمل الجيد الطبيعي 100% دون أي مواد حافظة. دون مواد حافظة. بدي نرجع احكي اكثر عن هذا الموضوع، بس بدايه خلينا نبلش بالمرحله الاولى اللي حكيت عنها حضرتك ابونا اللي هي مزارع والارض. تنعرف تفاصيل اكثر، يعني اليوم المزارع يلي عم بتتعاملوا معه عم يتعامل معكم، شو بيوفر له المشروع؟ يعني لما يقرر مزارع بده يتعامل مع التعاونيه، مع انتاجنا، مع مشروع انتاجنا، شو اللي بتقدموا له اياه؟ اي شخص بيكون مؤهل انه يتعاون معكم؟ كل مزارع بيتجاوب مع الشروط اللي نحن حطينا يلي هي بدنا نفحص المياه تبعه اللي عم بيسقي فيها، والتربه بدنا نشوف التربه شو بيسوى ينزرع فيها، بدنا نشوف شو عم بيحط من مواد فيها، هل عم بيحط سويد طبيعي وشو بتقدموا له المشروع، شو بيقدموا وقت نتفق على هالمواضيع نعم. وبيأمن لنا اليوم وقت نقول له خيار بدنا حجمه هالقد او المقتيه بدنا حجمها هالقد او البندوره او في معايير في معايير نفذهم نشتري الانتاج كله منه ونصنعه. وانتم بتقدموا له شيء بالمقابل، يعني قبل ما انتم بتقدموا له شطول في الاشراف تبعنا، بس هو بيكون عم بيجيب ولكن نحن نتفق معه انه اذا نفذ هالمعايير نشتري الانتاج بيكون امنناه باي سعر بالسعر اللي بيكون بالسوق حلو سعر السوق حلو بتحددوا قد ايه بتكون ولا بتشتروا كل منتوجه اذا كان اذا المنتوج نفذ كل شيء نحن وضعناه نشتري المنتوج يعني كله. اي مزارع اليوم بيتواصل معكم وقادر يطبق هيدا المعايير انتم بتتعاملوا نحن رح نحكي باي منطقه بلبنان كان نحن عم نقول نحن اليوم بلشنا بهالشيء نحن منفتحين على كل الجمعيات والتعاونيات اللي عندها انتاج وتصنيع زراعي وفي تعاون بيننا وبينهم تنخلق وحدة نعم. كون كلنا سوا عم نشتغل على فرض معايير من الجودة وفرض معايير بالنسبة للمختبرات اللي عم نفوت فيها مثل معهد البحوث الصناعية الإيري لأنه عم تقدم خدمات مهمة كتير للمعهد لكل الأشخاص اللي بيلتجئوا له نحن مستعدين نتعاون نحن وياهم ومع المزارعين نعم. هلا كنا عم نشوف المنتجات رح نرجع نحكي عنها اكثر، بس كمان بدي اسال المزارع اليوم يلي حالته على قده قادرين تساعدوه بشي طريقه انه ما بعرف انتم بتقدموا له شيء بتساعدوه ليتعامل معكم ولا لا؟ اذا المزارع منه قادر هو ومستعد هو يمشي معنا بالمتطلبات تبعنا نحن بنعطيه سلفي نرجع ناخذها من الموسم بس يطلع حلو نسهل له الموضوع يعني انتم عم بتامنوا له فرصه عمل بس المهم هو يأمن لنا النوعية والجودة نعم. اللي نحن بدنا إياها نعم. لخدمة الإنسان وحتى لو الأرض عنده صغيرة أو إذا عنده أرض صغيرة قديش عنده بنشتغل منه وإذا هو ما عنده أرض بتقدروا تأمنوا له أنه يشتغل بأرض مثلا تابعة لكم ولا ما بتفوتوا بيشتغل. إذا حدا عنده أراضي بدعى بتصرفنا نشكره لأنه دعى بتصرف هالناس اللي بيحبوا يزرعوا حلو اوكي طيب وبالنسبه اذا بدنا نحكي اليوم انه كل مزارع لكان عنده توجيهات معينه بده يتبعها ومعايير معينه وانتم بتشتروا مثل ما قلنا المحصول بحسب سعر السوق فهذا الشيء كثير تمام اليوم بدنا نحكي عن النساء النساء يلي هي بدها تفوت بهذا المشروع ومثل ما قلت في كثير نساء رجعت على ارضها لانه صار في عندها مصدر تقدر تعيش منه ويثبتها بارضها بدي احكي اكثر عن التصنيع الزراعي بس قبل رح نفوت هالروبورتاج روبورتاج اللي هو نكون عم في حديث مع احدى النساء يلي هي فايتة وعم تشتغل مشروع ونرجع عم نحكي اكثر ثلاث سنين تعرفت على مصنع كاريتاس بدير الأحمر ما كنت متخيلة أن أصلاً أوصل لهون أنا أخذت خبرة كتيرة من هون من بعد ما اشتغلت وتعرفت على ناس والأكثر أخذت خبرة بالمون اللي نحن منصنع به بمعمل كاريتاس كوني أنا كنت ست بيت ما كان عندي هالخبرة الزايدة بهاي القصص المونة وملمونة فأكيد كان عندي خوف إني ما أنجح بهالشي بس شوي شوي
بثقة المسؤول اللي عنا الأكبر صار عندي القوة والشجاعة إنه أتقدم لقدام. الحالة ببيروت أصلاً صعبة كتير يعني، فلما بلشت هون صرت أحس حالي إنه أنا مسؤوليتي صارت تزيد، وخاصة أنا عندي 4 أولاد، فحسيت حالي إنه صرت أقوم بمسؤوليتي بولادي، أقدر أعطيهم اللي بدهم إياه، كتير صرت أحب أجي لهون، حس حالي مرتاحة. عملي بهالمركز خلاني موجودة أكتر بضايعتي وعين عائلتي بوقت إنه عمل زوجي موقف. هيدا المركز عم يشتغل فيه ناس من دير الأحمر ومحيطة، وبذات الوقت في معنا طلاب عم يشتغلوا. أنا صار لي صيفتين بشتغل هون كرمال أقدر أمن بالشتاء أجار علمي، لأنه نحن 5 أولاد بالبيت وبي ما في يقدر يلحق على الـ5 أولاد كرمال يقدروا يعلمهم، لهيك نحن مضطرين نشتغل بالصيفية كرمال نقدر نأمن شتويتنا لدراسة ومصروفة. في جزء كبير من الشباب بيشتغلوا مثلهم بهذا المركز كمان لنفس الهدف، نحن بنشتغل بهالمركز بنوضي أغراض وبننزلهم على السوق. أنا شغلي بهذا المركز مش بس كرمال طلع مصاري، تعلمت روح العطاء والالتزام بالحياة. بتمنى هالمركز يضل موجود ونضل نشتغل ونطلع لقمتنا بعرق جبيننا ونضل بضيعتنا برغم هالظروف الصعبة. صنع في لبنان، لفتتني عبارة صنع في لبنان على الكرتونة، وحتى العمال هن لبنانيين فقط. 100% العمال نحن اللي موجودين ما مسمين عمال، نعلم اكيد هن من عائلة كمان انتاجنا كاريتاس، لانه بتلاقي الكل اللي عم يشتغلوا يعني كلهم ولاد ضيعة واحدة وبيقربوا بعضهم واصحاب بعضهم وبياكلوا مع بعضهم بيتغدوا مع بعضهم، وهيدا هيدا اذا بدك السبيريت تبع العائلة بهالإنتاج. نعم. نحن هيك بنسميه، بنقول إنه هذا السبيريت تبع الإنتاج تبعهم حسب كل طبخة. يعني نحن أوقات في طبخة فيها 20 شخص، أوقات في طبختين بيكونوا ماشيين مع بعضهم بيكون ماشي 30 شخص أو 40 شخص، أوقات بيكون ماشي شيء 10 أشخاص حسب كل طبخة بطبختها. مثل ما حكي تفضل، يعني بتحكون يومي هن عمال يوميين بيجوا حسب الطلب. مثل ما تفضل البريزيدون قال قبل شوي انه في عنا بالشتويه النساء بيكونوا عم بيساعدونا، بالصيفيه في عنا فرصه الجامعات النساء والطلاب بيكونوا عم بيساعدونا. يعني المشروع مخلوق تحت لي يساعد هالعالم تحت لي يبقوا بارضهم. مثل ما قلنا الانتاج كلياته بيشتغل على معايير اللبنانيه والمعايير الدوليه، الستاندار اللبناني والخارجي، لسببين: انه لحتى نقدر نسوي بمناطقنا بلبنان ونقدر نبعت فيهم لبرا. الحمد لله من 2005 لليوم نحن كل شيء سوقناه وكل شيء هذا الحمد لله ما في عنا ولا مشكله، يعني زيرو ريسك كان في عنا نحن بالنسبه لهذا، لانه المنتج بحد ذاته هو منتج بيتي بنسميه، يعني بيحكي عن حاله، يعني بيحكي عن حاله، يعني مثل ما بنقول الاشخاص اللي عم ياكلوا فيه من الصنف اللي بيعملوه لبيتهم هو ذاته، نحن اللي عم نعمله بمعايير الستاندار اللي بنقول. نعم. طيب واليوم السيده شو اللي بيتوجب عليها؟ شو الموجبات او شو الشروط لحتى تقدر تكون عم تشتغل معكم؟ هلا نحن بدنا نقول انه في مصنع واحد هلا بلبنان يلي هو بدار الاحمر، صحيح؟ وعلى امل انه تفتحوا مصانع ثانيه كمان بكل المناطق. هو المصنع الام اذا بدنا نسميه، لانه احنا عده مصانع كمان بعده مناطق لبنان. فينا نحكي عنهم وين؟ يعني كان في عنا معمل عصير التفاح بمجدلية قضاء صغرته، عنا الافران النحل بكفر حي البترون، عنا الصابون البلدي بظهر العين. بظهر العين الكوره عنا بالكوره بالكوره، وفي عنا 2 مشغلين كان في عنا بهداب جزين، ومعاصر زيت زيتون بمناطق عده كمان بالجنوب. يعني هو مشروع اذا بدك كامل متكامل. نعم. بكل منطقه في هن اهل المنطقه يلي عم بيكونوا، الزعتر بعميق الشوف كمان التشريف بعين قبل كمان كان في معصر الزيتون بطلت هلا؟
كان في معسكر برا بعدهم عم يشتغلوا ولا طيب اليوم شو الشروط لا يقدروا يكونوا الاشخاص الموجودين بهذا المنطقه؟ ما في شروط. اول اذا بدك السبب الرئيسي هو يكون الالتزام بالمعايير اللي احنا عم نشتغل فيها. يعني هي؟ ما بتقدر المدام هي تجي تشتغل مثل ما هي بدها، يعني تشتغل رسائل تبعها، يعني في رسائل موحده وفي السوبرفايزر تبعيتهم اللي موجوده معهم يلي كلياتهم بيكونوا عم بيطبقوا الرسائل تبعيتهم. المدام اللي بتكون جاي حسب كل وحده خبرتها، لانه احنا كمان بالبرنامج في عده سنوات ورا بعضهم كان في كمان تدريب للمراه، انعمل عده دورات اكيد دائما للمراه حتى لي، يعني بتلاقي المدام الكبيره المسنه بتشتغل بالبريكس بايدها يعني بالمونتاج. من بعدها بيرجع بيطلع للابراتوار اللي هو داخل المعمل تبعنا بينعمل بيتخذ عينات بيرجع من كله، نحن بنبعت عينه على اللبنور على البردون على الايري معهد البحوث يلي ننطر نتيجته قبل ما ننزل البضاعة على الأسواق تبعنا. على الأسواق. حلو كتير. يعني اليوم أنتوا مثل ما قلنا على طول عم تشرفوا على عمل هالنساء لتكون ضمن المعايير يلي هي مطلوبة. ليكونوا عم يعملوا شغل مثل ما اللي لازم يكون، مش كل وحدة هي حسب هيدا، وعلى طول في إشراف على هيدا الموضوع. اليوم سيدات هي عم شو الأشياء اللي بتعملها فينا هيك نسميها، وهلأ بركي منشوف بيعملوا مربيات، فينا نشوف الريبورت أو الصور يلي رح تمرق بتقرير صغير بدون بيعملوا مربيات، بيعملوا مخللات، بيعملوا مقطرات، بيعملوا درايد فروت يعني اشياء فواكه مجففه وخضار. هول الاصناف اللي احنا مبدئيا اللي عم نشتغل اللي هن بالقام تبعيتنا الموجود. هلا عم نشوف عم يقطعوا، هيدا هو المصنع. رب بندوره، شطة حارة بنسميها. هون عم نشوف كيف عم يشتغلوا باللابراتوار تبعنا، بيرجعوا بيفحصوا باللابراتوار. شو اسمه المنتجات تبعولنا المربيات الموجودة بالسوق. احنا مبدأ نحن موجودين بالاسواق اللبنانيه بالسوبر ماركت اللبنانيه. بدي ارجع اسالك اكثر عن هذا الموضوع بالجزء الثالث، بس بدي اعرف منك يعني اليوم حتى الطلاب عم تعملوا لهم دورات، لحتى الشباب عم بيجوا يشاركوا كمان مثل النساء والسيدات. لا يطلعوا بهذا المنتجات. هي الدوره بتكون تقريبا بين الاربع والست ايام بتكون موجوده، يعني خلال هذا الاسبوع اللي بيكونوا فيها الستات مع طلاب بوقت الصيفي. هون عم نشوف المربى، مربى التوت، العنب، الخصرة، الخل. المزارع بأرضه كيف عم يشتغل، بيفلح الأرض. هون في عنا نحن الفريكي كمان على المشتغل فيها. هذا زيت الزيتون. ما نحكي انه هيدا المونة، مونة البيت اللي بتكون هي نتاج هيدا العمل، عمل دير الأحمر، معمل دير الأحمر والأدية أو المعصانع الثانية بكل المناطق. أستاذ مازن، اليوم شو اللي بيميز إنتاجنا، ماركة إنتاجنا، شو نقاط القوة عندها؟ هلا إنتاجنا، خليني بالأول أنا أحكي عن الشراء بحد ذاته شو هو. اليوم معروف عالميا بالستديز اللي عم بتصير إنه الإنسان بيشتري 75-80% من مشترياته لأنه بيشتري عاطفيا، وعنده 20-15-20% من مشترياته هي بتصير مشتريات ذهنية بيفكر فيها قبل ما أنه يشتري. اليوم رح أوصل أنا على سؤالك، بس خليني بلش أحكي عن جنرال الموضوع. أنه الشخص أكثر من 70% من كل الأشخاص يلي بيشتروا سلع أو أغراض لبيتهم بالعالم مستعدين يدفعوا فرق أغلى، يدفعوا سعر أغلى للمنتج اللي عم بياخدوه إذا بيعرفوا أنه بيعود رايعه لمؤسسة إنسانية أو لأي شيء بيدعم الناس يلي بحاجة. فاليوم نقشع بالسوق اللبناني في مواد وفي منتجات هي مخصصة إلى علاقة بالمؤسسات الإنسانية، وهي أغلى من سعر السوق، لحتى أوقات أغلى من الماركات العالمية. اليوم من هون رح نقول على شو الفرق بإنتاجنا. اليوم إنتاجنا هو نحن عارفين أنه هو منتج عم بيعود رايعه لرسالة رابطة كاريتاس ولكل أعمال تتدعم أعمال رابطة كاريتاس. اليوم وين نقطة القوة
تبع انتاجنا، تفضل فيها الاب لويس ورجع احكي فيها جو، انه اليوم عم نروح عند المزارع اولا، فهيدا المزارع ما بقى في عنده عبء انه يحط مصاريف تنقلات كتير باهظه تينزل من المناطق على بيروت اكثر من مره، فهون من هالميله نحن عم نقدر نوفر على المستهلك. الشغله الثانيه، وقتها ياخذ تاجر الجمله الغراض من هالمزارع عم بيحط المارك اب تبعه مربحيته قبل ما يوصلها للمعمل. نعم. فاذا نحن هون كمان عم نوفر بهيدي الطريقه المارك اب تبع تاجر الجمله، عم بيوصل الغرض على المعمل دغري من المزارع، هيدا اولا. المعمل نحن عاده كل المصانع الكبيره في بتكلف تكلفه باهظه تحت اللي يتجهزوا بالمعايير العالميه يلي مجهز فيها معمل مصنع انتاج. نعم. في جهات منحه دوليه وفي أياد بيض لبنانيه، اشخاص لبنانيه هن ساهموا بانه هالمعدات تكون موجوده بمصنع انتاجنا. فاذا كلمه امورتيسمان ما في عنا كلفيه كمان اضافيه يلي هي بدنا نرد حق الغراض يلي عم نستعمله الاكوبمنت تبعنا. فهون كمان ثالث مطرح قدرنا نوفر على المستهلك، الستات يلي هي رجعت تشتغل هدول منهم بيرول، يعني ما في موظف جاي عم بيحط قد ايه بده يقبض اتسترا، هدول الستات عم تشتغل تقدر تعيل عيالها وتقدر تضلها موجوده متجزره بضياعها وبارضها، مثل ما عم بيصير مع المزارع. يعني احنا شفنا بهاي السنه اللي قطعت المزارعين شفناهم كذا مره عم بيتلفوا المنتج تبعهم لانه ما قادرين يصرفوه، ما قادرين يوصلوا عند التاجر تحت يبيعوا، نحن عم نروح لعنده، نحن عم نعمل هيدا الشيء. من هون الفرق بانتاجنا هو انه عم بيعطي منتج ذو جوده عالميه وبضاهي الماركات العالميه اللي كثير معروفه، معمول بدون اي مواد حافظه، بدون اي تلوين باي صبغات. ونحن كنا عم نشوف هلا البرودويات تبع انتاجنا، اذا بتطلع على الرف مربين الكبيس هلا بنشوف كمان الصور مربين الكبيس مبين الخيار مثل ما هي، ما في الوان، ما في خل مزغول تنغطي البرودوي هو كيف شكله، عم نقشع الشغله مثل ما هي. مثلا هذيك النهار عم تطلع كنا على مربى الفراز، في فراز اكثر ما في مربى المربين، عم بتبين حبه الفراز مثل ما هي. هيدا المنتج عن جد سو جوده كثير عاليه بتضاهي الماركات العالميه، و لانه عم نقدر نوفر باكثر من محل عم نقدر نقدمه للمستهلك بارخص. فالوين وين سيتويشن بيقدر يكون يكون بمتناول، عم نعطي نحن الكواليتي برايس ريشو ما حدا عم بيقدر يعطيه، عم نعطي جوده كثير عاليه وكمان عم نعطي سعر كثير مقبول، اكيد مقارنه مع افضل ماركات موجوده بالسوق. هذا اول شيء. اذا في كمل بدك اكيد تفضل اوكي. هلا الشيء الفكره الكبيره يلي عم بيساهم اللي عم بيعملوا انتاجنا اليوم في الدوره الاقتصاديه يلي نحن بنحكي فيه انه هيدا السوسايتال سستينبل ديفلوبمنت. هيدا الوقت على فكره عم نشوف المنتجات عم يقطعوا على الشاشه، انت عم تحكي تفضل اوكي. فهو اسمه سوسايتال سستينبل ديفلوبمنت، هيدا الشيء عم بيسكر الحلقه، شغل انتاجنا عم ببلش من المزارع من الست من الطالب، عم بيساعدوا تيقدروا يفوتوا مصاري، عم بيعطي على السوق منتج ذو جوده كثير عاليه باسعار مقبوله، فالمستهلك عم بيقدر يشتري هالشيء، رائع هالارباح اللي عم بيعملها انتاجنا، عم بيروح لرابطه كاريتاس اللي هي عم توصله للاشخاص اللي منا قادره تشتري، منا قادره انها تعيش حياتها او تكفي حالها، فعم بتسكر كمان هالنقص عند هالاشخاص، وهيدول بس يشتغلوا هالاشخاص بس يقدروا يعيشوا عم ترجع تكمل الدوره عند المزارع. فنحن سكرنا هيدي الدوره التنميه المستدامه الاجتماعيه اللي اسمها، وهيدي اكيد بتقوي الطبقة الوسطى يلي هو معروف بكل بلدان العالم الطبقة الوسطى هي عصب البلد، يعني إذا عم نأمن مستقبل لأولادنا عم نأمنه أكيد مش بس عبر إنتاجنا، لأنه كاريتاس وإنتاجنا ما هن العالم كله، منه هو لبنان كله، منه هو الدولة، منه هو أبدا، إنما عم بتساهم
بهيدي الحلقة تكون موجودة وتعطي تساهم بالمستقبل الأفضل. وأنا بقدر أكفل يعني، وكل اللي داقوا هيدي المنتجات بيعرفوا قديش هي عن جد طبيعية 100% وقديشها طيبة وقديشها عن جد كأنه من البيت معمولة، فأنا بشهد لهيدا الشيء يعني. أبونا اليوم يعني لما نجي نقول أنه هيدا التصنيع الغذائي عم بيروح للإنسان وعم بيحكي عن حلقة عم بتكمل بعضها، فينا نقول أنه كاريتاس اليوم عم تعمل تمويل ذاتي لحالة، عم بتجرب تكون عم تكفي حالة بشي طريقة، بظل اليوم نعرف أنه دايما الدعم ما عم يجي دايما على لبنان وعلى يعني والوضع اللي نحن فيه بظل آخر فترة الأوضاع الاقتصادية كتير صعبة. مزبوط، أولاً الدعم اللي كان يجي قبلا على كاريتاس خف كتير ظل التطورات الإقليمية كمان. أولا عندك الأوروبية كان يساعدونا، هلأ تحولوا على أوكرانيا والكاريتاسات اللي كانت عم تساعدنا عم تساعدنا بس مش مثل الأول، لأنه بهالكم سنة مرقنا زلزال تركيا وزلزال سوريا وليبيا والمغرب والسودان وهلأ غزة، فما عاد في هالإمكانية هي. ما عم يطلعوا بلبنان. مش عم يطلعوا بقى بلبنان. وكاريتاس اخدي على عاتقها شريحة كبيرة من الناس. صحيح. بمساعدات استشفائية وطبية أكيد، غذائية، أحيانا في مساعدات مدرسية. في أمور كتيرة كاريتاس عم بتلبي فيها اجتماعية عم بتلبي فيها الناس. وبيدقوا باب كتار لكاريتاس لأنه كاريتاس موجودة بكل لبنان. دون استثناء. مثل ما كان دايما بيردد الأبونا الرئيس انه اليوم حتى اللي كان هو عم بيساهم صار هو عم بيدق باب كاريتاس. مزبوط. انا بتذكر من ايام ما كنت انا بكاريتاس رئيس كاريتاس كان في اشخاص يجوا هني يساعدونا نساعد، باخر الست سنين صاروا هني يجوا يطلبوا المساعدة لانه كنت عم تتطور الامور، الوضع الاقتصادي عم يرجع لورا، فلهالسبب نحن عم نحاول من خلال هالمشروع هيدا انه نبيع ونصدر للخارج، وخاصة انه نحن اليوم اخذنا شهادة الـ FDA بامريكا اللي بتسمح لنا انه نبعت على امريكا، وهيدي شغلة مهمة كثير مهمة اكيد شغلة مهمة يعني. بس كمان مش بس عم بتساعدوا، عم بتأمنوا استعطوا الصنارة مثل ما بيقول ابونا ميشيل، لحتى كمان في ناس هي تكون عندها هيدي فرصة العمل لحتى تكون. وفي شغلة ذكرتيني فيها كمان، هلا دايما بقول بير ميشيل كول وطعمي. صحيح، وهيدي فكرة حلوة انه اليوم انا ما عم ساعد بس انا عم باكل عم هالمنتوج هيدا. صحيح. بهالطريقة انديركت عم ساعد من خلال شرائي انا لهالمنتوج هيدا، عم خلي حسس انه كل هالناس اللي تعبوا واشتغلوا اشتريتوا اكلتوا بطريقة الطبيعية انا ساعدت، حتى تقدر كاريتاس تساعد غيرها. نعم. من الاشخاص اللي بيلتجوا لها وهني كتار وكتار وكتار. نعم يعني هذا الشيء كتير أساسي ومهم يعني. اليوم لما نكون عم نشتري نحن هيدا المنتجات عم نكون نحن كمان عم نستفيد، عم ناكل شيء صحي سليم مثل ما بيقولوا، وفيه كل المعايير اللي لازم نحن نكون عم ناكلها، مش عم ناكل حي ولا شيء، وبنفس الوقت عم نساعد غيرنا، عم نأمن فرص عمل، عم ندعمهم تيبقوا بأرضهم، وبنفس الوقت عم نساعد أشخاص هن بحاجة لخدمات كاريتاس. صحيح. هيدي الأساسية. هيدا الشيء كتير أساس اليوم. نحنا يعني بهمنا نركز عليها لحتى الناس نقلها أنه فعلاً تكونوا عم بتساهموا، لأنه أنتم مجرد ما تكونوا عم تشتروا عم بتكونوا عم بتساهموا كمان، ومثل ما قلنا عم هيدا الحلقة اللي كان عم يحكي. مزبوط. مزبوط. أستاذ مازن شان كتير أساسية. في شراكة بين الكل. صحيح. أنا همي الوحيد وبير ميشيل رئيس كاريتاس الحالي بدل يقوله أنه نقدر نلاقي موارد نخدم الناس اللي عم تدق بابنا. نعم. هيدي شغلي، هيدا هم عنده كرئيس، هيدا هم عنده مع البورد تبعه ومع كل الأشخاص اللي عم بي اليوم عم بيديروا كاريتاس، إنه بدنا نضل في ناس عم تساعدنا لنساعد غيرنا. لنساعد. نحن واسطة كاريتاس. مزبوط. ما هي إلا وسيلة لحتى من المتبرع إلى المحتاج، كاريتاس وسيلة حتى تضل مأمن حاجات هالناس، وخاصة بهالظروف اللي نحن برقين فيها اليوم وهي كتير كبيرة. هي كتير كبيرة. بدي أخذ بريك ونرجع نحكي عن المرحلة الثالثة اللي حكيت عن تفضلت وحكيت عنها حضرتك، تصريف الإنتاج والتصدير وتسويق التصدير. بدي أحكي معك أستاذ جو يعني اليوم بدي أشوف وين عم يتسوق هيدا الشيء. إذا أبونا في ناس يمكن هلأ بتكون عم تسمعنا عم تحضرنا وتقول بمناطقها هي بحاجة لهيك مصانع، شو المتطلبات لهيدا الموضوع؟ مين لازم نطالب اليوم ليدعم لحتى نأمن هيدا الشيء بكل المناطق؟ أكيد بدي أخذ جوابها بس بعد البريك. باركم تابع، خليكم معنا.
مثل ما كنت عم أقول قبل البريك عن المرحلة الثالثة يلي هي التسويق وتصريف الإنتاج والتسويق والتصدير. إذا يعني اليوم عملوا الستات شغلهم بالمصنع وصنعوا المنتجات الغذائية وبدها تروح على السوق، لوين في نقاط معينة أنتوا عم تتعاملوا معها بلبنان؟ تنبلش بداية نحن بالمبدأ بلبنان التصريف تبعنا عم بيكون دايركت من المعمل للأسواق. نعم. بالأسواق نحن موزعين نقاط بيع ثابتة اللي هي سوبر ماركت لبنان. السوبر ماركت الكبيرة بلبنان يعني كل شيء كاتيجوري. هلا في عنا كمان نحن مستودعاتنا اللي موجود فيها البضاعة تبعيتنا، كمان بناخد كولز إذا حدا بده بضاعة بده شيء من عنا. البوينت دو فونت تبعيتنا تقريبا بين 70-80 بوينت دو فونت من ناحية السوبر ماركت. هيدا عم نحكي هون بلبنان. وبالنسبة للخارج بكل المناطق مبدئيا نحن بمناطق جبل لبنان، بكسروين، بقسم بجنوب وقسم بشمال. ونحن هلا بالمبدا ان الله راد يعني الستيب الثاني اللي حتكون تبعيتنا نحن انه نطلع على البقاع ونوسع اكثر بجنوب ونوسع اكثر بالشمال نقاط البيع تبعيتنا. بس موجودين ببيروت كمان. أكيد. يعني اليوم حيالله سوبر ماركت او السوبر ماركت المتاجر الكبيره بيقدروا ينبشوا المواطنين عن انتاجنا. مزبوط. تقريبا مزبوط. موجوده صارت متوفره تقريبا. وفي عندنا كمان نحن الاكسبور. نعم. الاكسبور تبعنا التصدير عم بيكون التصدير الخارجي. نعم. عم بيكون يعني نحن عم نبعث هلا بضاعه حاليا على دبي، على عم نبعث كمان على افريكا. عم نبعث كمان على كندا، والله راضي يعني نحن البلان تبعيتنا انه نوسع نقاط البيع الخارجيه، لانه بهيدي الايام انه اليوم ندخل مصاري من برا حتى نساعد هذا المنتج اللي عندنا اياه نحن انه يضل واقف على اجريه ونساعد فيه غيرنا. تساعدوا فيه غيركم. طيب اليوم اذا في يمكن متاجر او اشخاص يمكن عندها محلات صغيره حابه تكون عم تتعامل مع انتاجنا، شو لازم، مع مين لازم تتواصل؟ نحن عندنا الفون تبع كاريتاس، وفي عندنا نحن رقم التليفون بيتصلوا بكاريتاس. نعم. بيتصلوا فينا وبيتحول شو الرقم يلي خاص ب هلا رح نصير نشوفه ويقطع على الشاشه يلي هو 8157728. هذا هو الرقم يلي يتواصلوا معكم فيه لحتى يحكوا معكم اذا بدهم. 8157776104 604. نعم. رقمين الهوت لاين اللي عندنا اياهم نحن للويب سايت، والرقم الارضي اللي هو رقم كاريتاس 01499767 او 8 او 9. كمان بيتحول الرقم لعنا نحن تحت ناخد الاوردر تبعيتهم. نعم. طيب وهلا كمان في ويب سايت لانتاجنا. الويب سايت اليوم صار موجود اونلاين. بهمني اعرف كيف بيقدر المستهلك يتواصل معكم عبر يعني يقدر يعمل اوردر، في بيقدر يعمل اوردر ولا بس بيقدر طبعا. بس يشوف شو عندكم المنتجات. وهلا بنشوف كمان يعني رح نقدر نشوف كيف الطريقه يعني انت وحضرتك عم تحكي. بدك انطر الويب سايت او ببلش؟ لا يلا تفضل هلا بنشوفه سوا. طبعا نحن بنبلش بالواحد بيفوت على الموقع الالكتروني www.intajona.com شوفوا هلا وبيقدر الواحد وقت اللي يصير بقلب هالويب سايت بيقشع بياخذ فكره عن ماهيه انتاجنا. رح يكون في صور بالاول على اللاندينج بيج بتحكي شو القصة شو الخبرية. نرجع ننزل لتحت في رسالة انتاجنا ميشن ستيتمنت والفاليوز بيقدر يفوت يشوفهم على رواق، وبعدين منكمل فينا نقرأ قصة انتاجنا. نعم. The story behind it اللي هي قصة كتير. نعم. مهمة كيف خلقت والتاريخ اللي كان عم بيحكوا فيه والمستقبل اللي نحن مقررين انه نكمل فيه. نعم. بعدين هلا عم نشوف اذا بدك هون شفنا هون عم نوصل هيدا الميشن فيجن وفاليوز، بعدين هيدا الستوري. اوكي هون بنوصل على البرودكت كاريتاس وقت نوصل سوري انتاجنا، بس نوصل على هالبرودويات محطوط اول برودكت، نكبس على الزر الاحمر show all products منشوفهم to shop يعني تنشتري. مثل ما قاشعين هون منفوت على كاتيجوري معينة انه نحن بدنا نشتري مربى افترضنا اليوم،
بالفلتر وصلنا على مربى، عبالنا مربى التفاح، وصل على مربى التفاح بدي مربين 400 جرام موجود 400 جرام بحطه بالكارت، برجع بقرر انه بدي كمل الشراء تبعيتي. مثلا افترضنا بدي انا مية الأصعين يلي هي كتير مفيدة هلا بالشتاء لوجع المعدة، بناخدها وبنشتريها. اوكي، بعدين نعمل تشيك اوت. وقت اللي بنعمل تشيك اوت بدنا نعبي اكيد كل الانفورميشن تبعولنا، اسمينا، الادرس، ارقام تليفونات، حتى لي الفريق العمل بانتاجنا يقدر يتصل بالشخص يلي حاطط هذا الاوردر، بيرجع له نعم. وبيقدر يتواصل معه تحت يعرف كيف بده يوصل له. المهم نقول انه اليوم عم بيوصلوا دون كلفة إضافية، دفع عند الاستلام. دفع عند الاستلام مش بالكارت. لا لا، دفع عند الاستلام وتوصيل مجاني. فإذا السعر اللي عم يقشعه على الويب سايت الشخص هو السعر اللي رح يوصل له الغرض على بيته. فإذا بعد مرة آخر شيء ما ننسى www.intajuna.com ومنصير جوات الويب سايت. اليوم يعني كل شخص بيقدر يفوت ويطلب ويشوف كل المنتجات مع كل من شو مصنوعة، وكمان السعر وكل شيء، كل شيء بيكون واضح قدامه، كل شيء موجود وكل شيء واضح بالتفاصيل. وبيقدر أهم من هيك هو صور المنتجات فعليا. يعني هادو منهم صور اخدين منتجات تانية مثل ما بيصير أوقات. هيدا المنتج تبع إنتاجنا، نظافته بيبين بصورته، هذا اللي لازم نحن نشوفه وهذا اللي بيفيدنا فيه الويب سايت. 100% مش مواد حافظه وسكر. ابدا ما في مواد حافظه، ما في تلوين، واكيد بتتناسب وبتتماشى مع الستاندار العالمي لجوده الغذاء وسلامه الغذاء. وانا طبعا واللي في اكده اليوم انه هو قيمته وجودته بالضاهي اهم الماركات العالميه، الماركات العالميه. ومثل ما كنا عم نحكي عن مربى، عم نحكي عن كل شيء، صوص كمان، مربيات، مخللات، مؤطرات، تجفيف، يعني كل شيء عندنا، فواكه وخضار كمان كله موجود. وهيدا كله بيساهم لتكون طبخة اللبنانية وميدة اللبنانية جاهزة متكاملة مثل ما كنا عم نقول. طيب اليوم أبونا، إذا في أشخاص عم يسمعوا وحابين أنه يكون عندهم هيك مصنع موجود بمنطقتهم يأمنهم فرصة العمل ليبقوا بأرضهم، شو اللي لازم يصير؟ كيف قادرة كاريتاس تعمل هيدا الشيء اليوم؟ ببداية الحديث إذا بتتذكري باسكال قلنا أنه نحن بالتعاونية تبعنا منفتحين على كل تعاونيات والجمعيات صحيح. اللي بتقوم بهالتصنيع هيدا، حتى نتعاون مع بعضنا، حتى نشكل مجموعة. لأنه اليوم نحن مثل ما قالت جو أنه طلعنا لبرا، طلعنا على كندا، موريال، طلعنا على دبي، طلعنا على أنغولا بأفريقيا، طلعنا على غانا كمان حلو. وهلأ عم نتحضر بدنا نطلع على أمريكا، مشان هيك حصلنا على الـ FDA الموافقة تبعهم حتى نفوت على أمريكا. طيب لما تكون عم بتقول طلعنا على كندا، طلعنا هو عم بتكون مبادرة من مين؟ لا، عم صار في تواصل مع أشخاص وهن يحبوا هن يكونوا عم صار في نحن وياهم محادثات وأخذوا الإنتاج تبعهم. حلو. لنطلع على أمريكا بده يكون في عنا كمية. صحيح. لهالسبب وقت بقول نحن بدنا نتعاون مع المؤسسات أو الجمعيات أو التعاونيات اللي عم تنتج ضمن المعايير اللي نحن عم ننتج فيها، ضمن المختبرات اللي نحن عم نفحص فيها، ساعتها بصير في تعاون نحن وياهم. اذا ما في عندهم هني حدا مشان الكواليتي كنترول، ما نأمن حدا كواليتي كنترول، بدنا نبعت على اللابراتوار، على الايري، على معهد البحوث بالحدث اللي هني عم يهتموا، لانه عم يدعموا معهد البحوث، عم يدعموا كل المؤسسات اللي عندها انتاج حلو. وهيدا شغل يشكروا عليه. قديه عددها اليوم هذه المؤسسات تقريبا؟ عددها كبير؟ ايه؟ ما عندنا فكره كثير. هلا انا عم بوجه نداء بقول لهم نحن مستعدين لنتعاون نحن وياكم، عم نمد ايدنا لكم. تفضلوا. ثاني شيء انا كمان بدي وجه لبرا تحيه لكل الجاليات الموجوده برا، كان بالمحيطنا العربي او محيطنا الاوروبي او محيطنا الامريكاني، انه هالجاليات الموجوده هونيك اللي بعدها بتحب لبنان، بعد محافظة على التراث اللبناني. اولا اذا في اشخاص عم بياخذوا بضاعة من هون لبرا، صير في تواصل نحن وياهم تنبعت بضاعة من عنا لعنده. نعم.
إذا في هونيكي قديش فينا نمشي هونيكي هالبضاعة هيدي، لأنه بهالطريقة هيدي بيكونوا عم ترجع الفايدة مثل ما قلنا على أهلهم بلبنان. صحيح، وهن كمان بيكونوا عم يأكلوا أكل نظيف وصحي وطبيعي، وبالوقت ذاته عم بيساعدوا أهلهم اللي هني بعدهم لهلا عم يساعدون. نحن بلبنان كيف بعدنا عايشين لهلا لو ما في الاقتراب هونيكي، ولو ما في اهلنا موجودين هونيكي عم يضلوا دائما يغزوا اهلهم هون الموجودين، بعدنا واقفين على اجرينا وقلنا كنا انتهينا من زمان. بدهم يكفوا هالعمل الخير اللي عم بيعملوه، مثل ما عم يساعدوا اهلهم بدهم يساعدونا بهالتعاونيه هيدي اللي هي انتاجنا، بدهم يساعدوا هالعمل اللي قامت فيه كاريتاس لبنان لتقدر تامن فرص عمل، لتقدر تساعد المزارعين، لتقدر تصدر الانتاج، ليعود ريعون لمساعد أهله ومساعدة أهله الموجودين بلبنان. هيدا نداء بوجهه لكل الجاليات مطرح ما هي موجودة. تحط إيدها بإيدنا تنتعاون مع بعضنا حتى نقدر نوصل لمجتمع عم بيأكل شيء طبيعي صحيح نظيف صحي وصحي وعايش ببحبوحة ومرتاح فيها بدون ما يكون عم زيد عليه هموم فوق الهموم تبعه. مظبوط، وامراض اولا تعاونيات وجمعيات نحن مستعدين نتعاون نحن وياهم، والجاليات برا بدهم يساعدونا اولا بالتصدير، في كثير تجار مظبوط برا بيجوا بيشتروا من لبنان بضاعه وبيخدوها، فيتصلوا فينا ونحن وياهم نقدر ننسق حتى ينبعث لبرا. نعم، وشرط كله مع شهادات واضحه من المعهد البحوث من الايري اللي هي شهادات رسمية وواضحة ونقدر نفتخر فيها، لأنه مطرح ما بعتنيها على كندا أو على دبي أو على أنغولا أو على غانا رحبوا فيها لأنه طالعة من مصدر موثوق 100% ومعروف معهد البحوث الصناعي. صحيح. طيب اليوم كمان إذا حدا حابب يسمع يسمعنا هلا حابب يقدم أرض إيه؟ لكاريتاس، وفي في إمكانية بكي كمان دونرز تانيين يكونوا عم بيساهموا ليبنوا معمل تاني مثل معمل دير الأحمر. ليش لا؟ نحن وقت كنا في فترة أول فترة بكاريتاس عرضنا مشروع كمجلس كاريتاس، هلا تخمين البعض ما يقبلوه كتير المشروع، بس بدي أقوله لأنه عرضناه وقتها أكيد. إنه نحن اليوم بأديارنا بأبرشياتنا بالكنيس بالرعاية في كتير أملاك قلنا هالأملاك الموجودة اللي هي بور بعد ما انزرعت وما عم يستفيد منها لا الدير ولا الرعية ولا الكنيسة، خلينا نوضع ضمن قانون محدد هالأراضي هيدي بخدمة هالناس أبناء المنطقة لا يبقوا فيها تيزرعوها ويستفيدوا منها، وقت الدير او الكنيسي او الابرشية عايزة هالارض بيكون في اتفاق بينه وبين المزارع. صحيح. بس يخلص الموسم تبعه بتقدر تسترجع هي الارض او فيها تفوت هي وهي بشراكة معينة. طرحت هيدا الفكرة ومرة بالبرنامج حكينا عنها بوقت كورونا وهيك كمان ممكن فهيدا الموضوع طرحناه سابقا فبتمنى هلا نرجع عم نطرحه من جديد، اللي حابب هالشي هيدا يكون بنكون عم نساعد اهلنا تنثبتهم أكتر ونأمن لهم مورد عيش ويقدروا بيشتغلوا بتعبهم وبعرق جبينهم ويدلوا راسهم مرفوع مش عايزين حدا، عم ناكل أكل نظيف معروف شو مصدره. في عنا كتير أراضي وفي أشخاص كمان مش بس الكنائس والأديار أكيد. في أشخاص كتير وضعهم مرتاح وعندهم أراضي وهملينا مزبوط. أو مسافرين وما في حدا يهتم فيها أو موجودين بلبنان وما عندهم حدا يستثمرها، كمان نحن مستعدين نستثمر هالأرض ونشغل هالناس ونخليهم يعيشوا ويرتاحوا بكرامة لأنه مهم كتير نأمن له شغل للإنسان بلبنان، وبعتقد هذا الشيء نداء كل الناس بترحب فيه. اللي عنده أراضي ما عم يستعملها مش حرام تضل هيك؟ وكله بيكون مأوناً أكيد. مش انه اخذ الارض وما عاد فينا نردها وعاد فينا نردها وكذا، لا، في قانون بيقول كل واحد حقه محفوظ كيف بياخذوا باي طريقه باي شكل، بس حرام تضل في عنا اراضي بور ما عم نستفيد منها. اذا بتتذكري بهالكم سنه وقت بلشت حرب اوكرانيا ركضوا كل الناس يرجعوا يزرعوا قمح لانه صار في حاجه. صحيح. وقت كورونا وغير كورونا والوضع كان عم يزرعوا على البلكونات كان الوضع الاقتصادي اللي كان عندنا في كتار رجعوا على الزراعه. صحيح. يعني اللبناني اذا تامن له ارض ومستعد يشتغل فليش ما بنامن له هالارض هي؟ بتمنى هالنداء هيدا يوصل للاذان اللي هي حابه تساعد
اخوتها بلبنان واهلها بلبنان ويساعدونا، واكيد الكنيسه ما رح تبخل علينا ولا الاديار اللي قادره تعطي رح تبخل علينا، لانه في عمل خير وانساني من وراء هالشيء. اكيد هيدا عن جد عم نوجه نداء كمان بالبرنامج اليوم، ما تهملوا هيدا الموضوع، شو فينا نتعاون مع بعض لنوصل لنتيجه بعدين في شغله الكل. في شغله مهني بس قال انه في ضمان اللي قالهم هي كاريتاس. مزبوط. يعني اقوى مؤسسه موجوده كنسيه اليوم. نعم. ولا هي المؤسسه اللي هي بتنطق باسم مجلس البطاركي والاساقي في الكاثوليك بلبنان ككل، ست كنائس. كاريتاس هي بتمثل ست كنائس مجلس البطاركي، هي الضمانه لهالاشخاص اللي رح يوضعوا هالاراضي لضمن قانون معين واضح لما حدا بياكل شيء على حدا. نعم. ولكن بكون عيشنا الناس. نعم. استاذ جو، اليوم يمكن كمان كتير مهم تكونوا عم يكون في تواصل ويكون عم كل اللي عم يسمعونا من تجار من اشخاص عندها مؤسسات تتواصل معكم لتسوق ساعدكم بتسويق هيدا المنتج كمان. قديش اهميه هيدا الموضوع وكيف فيهم كمان يكون اكيد رح يتواصلوا معكم عبر الرقم اللي قلت عنه والويب سايت، بس اليوم قد ايه اهميه هيدا الموضوع يكون موجود بحيلا محل اليوم انتاجنا مثل كل ماركه؟ لكن اكيد نحن يعني نحن هلا موجودين بنطاق معين بمساحه معينه. نعم. لانه على قد الاوبراسيون تبعيتنا، يعني انه نحن هلا قد ايه قادرين نحن شو اسمه اليوم وقت بيكون في عنا نحن اشخاص موثوقين يقدروا يساعدونا بتوزيع بضاعتنا بقلب هالمناطق البعيده، كمان بيكون عم بيعملوا يعني عم بكفوا لنا الحلقه الضعيفة تبعيتنا. نعم. نحن بحال كنا عم نسميها بعيدة لأنه بعيدة هول المناطق، اليوم تحت اللي توصل لهالمناطق على طول لازم يكون في عنا نحن مستودعات بقلب هالمناطق اللي بعيدة، اليوم تحت اللي تخلق هيدي الشان تكبريها لازم يكون في معنا نحن شركة بنسميهم شركة نحن بالعمل الخير اللي تفضل فيه البير حكي عنه، انه هن يكونوا شركة بفعل الخير. هذا برنامج عن جد برنامج لازم كل العالم تحط ثقتها فيه، لانه بيعود ريعه لمؤسسه انسانيه من اكبر المؤسسات الانسانيه الموجوده بلبنان. نعم. لازم يساعدونا ونحن نساعد سوا مع بعضنا، ونحن منفتحين على كل الاشخاص. نعم. اللي عندهم هذه الروحيه. اكيد اليوم استاذ مازن يعني قديش مهم الاعلام بهذا الاطار، اعلام كاريتاس وكل الاعلام عم بيشارك لحتى كل الناس تصير تعرف، يعني اكيد في كثير اشخاص ما كانت سامعه بانتاجنا اليوم وهلا يمكن عم تسمع بهالحلقه او بحلقات شاركتوا فيها قبل كمان، قديش مهم اليوم تيوصل للكل؟ اساس العمل التجاري الباص تبعيته هو الاعلام، والاعلام كنا نقول اعلان سابقا والاعلام. هلا الشيء الاساسي نقدر نوصل الرساله المضبوطه وما يكون في شيء نحن بنسميه deceiving advertising messages. بقى نحن هون وقتها عم نشتغل بالاعلام وبالاعلان لا منتجات انتاجنا، نحن ما عندنا مشكل ابدا بهذا الموضوع، اي رساله رح نوصلها رح لانه بنعرف انه المنتج تبعنا على هيدي على هيدا الليفل. لانه في شفافيه بالموضوع يعني. هلا اكيد ما عم ندعي ولا عم كثير مهم انه يتضوى على المنتج، يتضوى وين موجود، كثير مهم تصير في الاكتيفيشن بالبوينت اوف سيلز اللي صارت، صرنا موجودين بالبوينت اوف سيل، الاكتيفيشن اكيد لاحقه بنقاط البيع، تفعيل نقاط البيع، وجود هيدا اللي بسموه دايركت ماركتينج اذا بدنا، بعدين اكيد في الابوف ذا لاين ماركتينج اللي هو التسويق يلي هو البرودكاست يلي هو الاعلام مثل ما بنعرفه، والاعلام الاعلام بيساعدنا نفسر بالعمق عن انتاجنا، الاعلام بخلينا نوعي الناس انه هيدا البرودوي موجود بالسوق، فاكيد الدور الاساسي هو للاعلام والاعلان انه يوصل حيلا اي منتج حيلا براند. في مثل بيقول A brand is what people say about you when you leave the room. مزبوط. وهيدا الشيء يعني معناتها انه بس يصير في عنا فوالا هيدي الاكويتي. فاذا الاعلان هو يلي بده يخلي، والاعلام يخلي الناس بس تنسحب انتاجنا من الاوضه يحكوا عن هالمنتج مثل ما لازم يحكوا انه هو منتج ذو جوده كثير عاليه وكثير مهم وكثير اساسي بالمجتمع. هيك اكيد الاصداء
تبعه. طب اليوم اذا صار في شكاوى، معقول يصير في شكاوى؟ واذا صار في شكاوى اكيد كيف بتتعاملوا معه؟ كل حالي بحالتها. اكيد هلا بيكون كل واحد عنده راي، عنده فكره، عنده كذا، بعدين كل واحد عنده ذوق، مش ننسى هالموضوع. صحيح صحيح. بس نحن بيهمنا انه كنظافه وكجودي بدنا نحافظ عليها. بعدين كل واحد عنده ذوق، تخميني يحب شيء مالح زياده، سكر اقل كذا، هيدي بترجع الذوق لكل واحد. بس نحن عم نمشي حسب النورم. نعم. هذا هالنورم بيقول لنا هيك بدنا نعمل هيك. هلا كيف الذوق بيصير بعدين، نحترم ذوق كل شخص يعني. نعم. طيب اليوم نحن عم نحكي عن ماركت انتاجنا. كنت عم بقرا وقتها، كنت عم بعمل ريسيرش قبل تحضير للحلقه، قريت انه كنت ذاكرين انه في تصنيع تحت اسماء تجاريه اخرى. في هيك شيء؟ باي اطار؟ اذا بتشرح لنا اكثر. رح اشرح عن الموضوع. في بعض اشخاص من الخارج تواصلوا معنا بديترويت بميشيغان وطلبوا منا اذا فينا نعمل انتاج، بس مش تحت اسم انتاجنا. نعم. تحت اسم الشركه اللي هني موجوده هون. اها اوكي. فنحن ما عندنا مشكله. وافقتوا على ما عندنا مشكله بالموضوع هيدا. يعني اليوم اذا الشخص بده يمشي بس حسب نحن المواصفات اللي حطينا، حسب النورم اللي مشينا عليه، نقدر ننتج لاشخاص هني بده يحطوا البراند تبعهم هني. بس بيكون كمان عم بيعود رايع هيدا الشيء لكاريتاس للرسالة كاريتاس. نحن عم نبيع. بس انه هو بكون عم بيساهم انه كمان بنفس ساهم كبير بنفس الرسالة تبع كاريتاس. تصريف، هيدا تصريف للانتاج تبعنا. اوكي. يعني بس انه بكون عم بيقول انه هيدا بيروح رايعه لكاريتاس ورسالة كاريتاس. مش ضروري. مش ضروري. بس مجرد اشترى هالانتاج بكمية. اوكي. المساهمة عندك. هو اشترى رسالة، ساهم ورجع غير الليبل، ما عندكم مشكلة. ابدا. ما في انه حقوق. لا لا، فينا نعطي لمين مكان. لانه انتم مش تجاريين. اكيد. بس بده يقبل بالكاليتي تبعنا. اكيد. فيش بدنا ننزل. هو اصلا يطلب منك يحط هو الماركه تبعه، يعني هو مقتنع بالجوده تبعه. مقتنع بالجوده. وهون طالما عم نحكي عن المساهمات من 2005 لليوم، انا بدي اقول في اشخاص كتار كان ماديا او كان معنويا او استشاريا او متابعه وقفوا حدنا. ما بننسى حدا منهم. من وقت ما بلشنا لليوم دائما كان في اشخاص عم يزودونا بافكارهم، اللي عنده هو خبره بالتصنيع. نعم. ساعدنا، اللي عنده خبره بالتصدير ساعدنا، منفتحين يعني على كل الاشخاص وقفوا حدنا. بدي اشكرهم منزل مناسبه هلا، لانه كان وجودهم دعم كثير لنا توصلنا للي وصلنا له اليوم. بكل المجالات، حتى مش تصميم تبع الليبل، كمان في ناس ساعدوا فينا وامنوا لنا. كمان انطلاقة تبع المعامل، في ناس كمان قال عنا مازن وقفوا حدنا وساعدونا. نعم. يعني المساعدة عم تكون شو ما كانت المساعدة عم تكون قوية لنا حتى نضل مستمرين أكثر وأكثر بهالمنتج ونقوى أكثر. أكيد. وصب بنجاح البروجيكت. أكيد أكيد. وإن شاء الله إلى نجاح مستمر ونكبر تكبروا أكثر بهيدي هيدي بدعم كل بهمة اللبنانية اللي بدو يشتروا هالمنتوج هيدا، او المتدربين اللي بده يصدروا هالانتاج لبرا. نعم. نكبر اكثر ومنساعد اكثر ومنضل موجودين اكثر. او اليد العامله يلي حابه تكون عم بتساهم بالمشروع تستفيد. أكيد. كمان هيدي عم تستفيد طبيعي. الفرصه اللي عم بتقنوا لي مثل ما قلنا من الاول حديث، بس حلقه حلقه متكامله كلها سوا لخدمه الانسان. لخدمه الانسان. هيدي هم كاريتاس. بدي كلمة أخيرة من كل شخص قبل ما نختم الحلقة. أنا كلمتي الأخيرة إذا في شيء ما سألته أو في شيء بهمكم. أول شيء ميرسي على استضافتك. ميرسي لكم، الله يقويكم. عليكم كمان. وعليك يا رب. إحنا بس عن جد بهمنا إنه العالم توثق فينا وتوثق بمنتجنا، حتى لي نضلنا مستمرين. يعني الحمد لله نحن من 2005 لغاية تاريخ اليوم موجودين نحن بالسوق الحمد لله. سألتها بشوي حضرتك انه اذا في شي شكوى صارت، انا بقول لك كتر خير الله، يعني من 2005 لليوم ولا شكوى اجى على المنتج. بس مستعدين لكل شكوى. اكيد. واستمراريتنا بنفس الامكنه اللي نحن موجودين فيها، هذا اكبر دليل على انه نحن بعدنا مستمرين بخط ماشيين فيه. مظبوط. في عندكم اكيد دائما اصداء، يعني بيقولوا لكم مثلا انه من بيباع بسرعه في اقبال عليه. في ارقام عنا كمان بتدلنا يعني اللي طلب مره وحتى عنده بالمحل عم يرجع يطلب مره ثانيه وثالثه، لانه عم بيكون في تسويق لهذا الموضوع. لانه ما ننسى انه ما في مواد حافظه، يعني قد ايه بضاينوا انتم. بتعرفي اليوم صار الاويرنس عند العالم، صارت اليوم كبرت شوي اكثر من قبل. يعني اليوم الهيلثي فود صار عم بيوفر عليك، يعني ما تروحي تسترخصي بالاكل، ترجعي تحطيهم على صحتك. يعني هيدا
هذا كتير شيء كتير مهم أكيد. إنه واحد يعرف شو عم بيأكل، يعرف ينقي صح ويختار صح وإنتاجنا صح. حلو. أستاذ مازن. اللي أنا بدي أقوله إنه الوعي العالمي اللي صار خاصة من بعد الكوفيد اللي صار بالعالم، الناس صارت عم تدقق كتير بشو عم تشتري وبشو عم تأكل. مثلا نعرف نحن أنه عالميا صار في فارمرز ماركتس، يعني حتى ما بقى الناس تشتري من مطارح محلات الخضرة، صار ينعمل فارمرز ماركت لأنه عم بدهم ياخدوا الغرض من المزارع. صارت ناس عم تتطلع على الليبل شوف شو في مواد بالبروجي اللي عم تاخده. فهيدي الاويرنس هيدي شغلة كتير مهمة، وهيدا اللي لازم أنا بطلبه من كل شخص مقرر يشتري أي منتج إنتاجنا عم بيعمله أنه على القليلة يطلع الفرق يجرب. اليوم الإعلان والإعلان مثل ما حضرتك تفضلتي بخلينا نجرب الغرض مرة واحدة. يعني كنا نقول نحن فينا نحط دعاية $100,000 $1,000,000، نحن هدفنا نوصل الشخص يشتري مرة، يا بيعلق يا بده يقرر. إذا قرر يشتري أكتر بعدين معناتها البرودوي تبعنا نجح. صح. نحن ما عندنا شك بهذا المنتج، فهذا المطلوب بالوقت الحاضر. بالرغم من كل اللي عم بيصير اليوم، الأساس أنه عم يتقدم منتج مهم كتير، نضيف كتير ومفيد جدا، زود جوع عالية، وبنفس الوقت بعود ريعه لخدمة 100% لخدمة الإنسان. بدأ أختم معك أبونا. مرسي. أول شيء بدي أشكرك باسكال على التحضير، شكرا لك. أشكر الأو تي في كمان على استقبالهم، أشكر مازن وأشكر جو. مرسي. بدي أقول شغلي انه نحن موجودين ككاريتاس بكل لبنان. نعم. اقاليم تبعنا موجوده بكل لبنان ومنجه لهم تحيه كبيره، والشبيبه تبعنا موجوده بكل لبنان وعم بيعملوا عمل جبار كمان في خدمه الانسان. نعم. كمان بلشوا يعملوا اشياء للانتاج هني على صعيدهم هني كمان. حلو. ليصير في عندهم استقلاليتهم هني بالعمل اللي عم بيقوموا فيه. نعم. وعندنا المراكز الصحيه والمراكز الانسانيه، كل هالمراكز تبع كاريتاس بتعدوا المية، من خلالهم بيقدروا يتواصلوا معنا كمان، لأنه هني بيكونوا همزة توصل بين إنتاجنا وبين كاريتاس. نعم. المركزية وبينهم هني. هالأشخاص اللي ما قدروا لحقوا ياخدوا التليفونات هلأ، وين في قسم لكاريتاس أو فرع لكاريتاس أي كان، في يتواصلوا معنا. مزبط. معهم، وهني بيقدروا وصلونا إذا كان بدي يحطوا أراضي. هلا رح نرجع نشوف كمان على الويب سايت ورقم التليفون قبل ما نختم كمان. اذا بده يوصلونا انه عندهم اراضي حتى نقدر نستفيد منها، اذا بده يوصلونا انه نحن قادرين ياخذونا الانتاج تبعنا لبرا، واذا بده يوصلونا انه في محلات برا فيها تستوعب، كل هالقضايا هاي حتى ما نكون محصورين بس بتليفون واحد. نعم. كل مراكز كاريتاس قادره تستقبل وقادره تقدر توصلنا حتى يصير في تواصل نحن وياهم. نعم. وهالنداء اللي اطلقته اليوم، هالنداء اللي اطلقته اليوم بتمنى يكون في اذان صاغيه لإله، لانه مهم كتير ما نخلي اراضينا بور، ننتجها ونخلي الناس يقدر يستفيدوا منها ويعيشوا بكرامته. ويعيشوا بكرامته، هيدا اهم شيء. شكرا كتير كتير لكم. بدي ارجع اذكر لكان الويب سايت هو www.intajuna.com ورقم التليفون 8157723. اكيد يعني مثل ما قال الابونا انه كل فروع كاريتاس ومراكزها هي موجودة كمان لحتى تقدروا تتواصلوا معها كرمال هيدا الموضوع، وأكيد صار متوفر بمعظم أماكن البيع ونقاط البيع. شي 76 نقطة بلبنان. 76. نعم. وفي تقدم بعد. في تقدم بلبنان. فأكيد بندعيكم تكونوا عم بتشجعوا هيدا المنتج وتجربوا مرة مثل ما قال الأستاذ مازن، وبعدين تعطونا رأيكم إذا في أي مرة واحدة كافية. وأنا بكفلكم أنه ما رح تغيروا. شكرا كتير لكم. مرسي كتير لكم ومشاهدينا. خلصت حلقتنا لليلة، موعدنا بيتجدد الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. إلى اللقاء.